أهلا بكم. وشهر رمضان في أيامه الأخيرة وقد مر بنا سريعا، لا يزال السؤال الذي يطرح عبر كثير من الصائمين هو ماذا بعد رمضان؟ إذا كانت الأنفس في أفضل حالاتها والجوانب الروحانية والإيمانية في أفضل مستوياتها، لكن الخشية بشكل دائم من أن تفتر هذه الهمم والعزائم فيما بعد شهر رمضان، ماذا يجدر بنا أن نفعل في الاختبار الكبير كما يقال عنه دوما؟ أهلا وسهلا بفضيلتكم الأستاذ دكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. أهلا وسهلا. ماذا بعد رمضان دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا سؤال صعب يحتاج إلى أن نسترجع ما مضى، أن نسترجع هذا الشهر الفضيل الذي نحن فيه الآن ونحن على أعتاب النهايات منه، أن نقول ماذا فعلنا في هذا الشهر الفضيل، ماذا استفدنا، هل بالفعل تحقق لدينا الوازع الذي تربى في أنفسنا بحيث إنه يدفعنا دفعا إلى الابتعاد عن المنكرات وعن الذنوب وعن المعاصي ويقربنا أكثر إلى الطاعات، كما نحن الآن لو أن ذنبا من الذنوب تراود الإنسان يعني نفسه عليه فإنه يتذكر لحظة الصوم. هذا التذكر في حد ذاته بناء لقضية التقوى، بناء للوازع، بناء للضمير. كلما يتذكر الإنسان أنه في لحظة الطاعة وفي لحظة العبادة وفي المعية مع الله سبحانه وتعالى فينتهي هذه التربية، يكون قد استفاد بالفعل. ولذلك أنت أيها الصائم بتوضع أمام اختبارات عديدة في شهر رمضان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا فإن سابه أحد أو قاتله أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. لحظات التذكر والتذكير، التذكر في أنني في حالة عبادة، والتذكير للآخرين أيضا، إعطاء النموذج للآخرين، انتهي أيضا أنت عما أنت فيه الآن، لا تسب لا تشتم، هذه ليست أخلاقنا، هذه ليست أخلاق شهر رمضان. هذه الحالة الرمضانية، حالة الصائمين، الحالة المثالية التي كانت في هذا الشهر الفضيل، السؤال الذي يمكن أن يطرح جوابا عن سؤال سيادتك الآن وهو سؤال دقيق في الحقيقة، وهو اختبار حقيقي للإنسان فيما بعد رمضان، هل هذه الحالة الرمضانية حالة الصائمين ستستمر؟ إذا استمرت هذه الحالة ووجدنا أنفسنا في شوال ووجدنا أنفسنا في ذي القعدة وذي الحجة وبقية الأشهر إلى أن يأتي رمضان القابل، نكون قد نجحنا بالفعل وحققنا الثمرة التي قصدها الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن ثم الإنسان في هذه الحالة يضع نفسه في هذا الاختبار الكبير ويقول هل أنا استفدت بالفعل من شهر رمضان وحققت ما قصده الله سبحانه وتعالى من الصوم، والله سبحانه وتعالى قصد الصوم لأجل أن يحقق مناعة لدى الإنسان، لأجل أن يحقق وقاية لدى الإنسان في أنه الذنب يكون هناك بينه وبينه مانع، ومن ثم يكون بينه وبينه وبين النار مانع أيضا، لأنه إذا لم يرتكب ذنبا فبفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته فإنه سيدخل الجنة ويبتعد عن النار. ولذلك كان السؤال دائم لربنا سبحانه وتعالى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فالذي يقرب إلى الجنة من قول وعمل هي هذه المرحلة التي ولدها الصوم لدينا، بحيث إننا نكون أقرب إلى الطاعة ومبتعدين دائما عن المعصية.